ايه مرات حطول كانت لنا امرأة تولد قبل في الدار قابله، وفي الايام الاخرين قبل ما جينا بلغنا في السبيطار امرأة تمشي للديار افلا فرانسيسا تولدت امرأة. انت ريتي امك تولد؟ سمعتها تعيط، أبا ادي مرت بابا ولدت مسكينة كما فاهمين وما عاش ولاش، كانوا يمشوا لهم اللي وراكم الصغار الكل ما كانوش يعيشوا كيف دور خاطر ما كانش عندهم دوايات، يجي يمشي للشغل يجي مطوي يجي هذا مشى. وكان تولد ولد شو يعملوا بيه؟ شو يعملوا الولد؟ عملوا طهور. كيفاش يعملوا طهور؟ يعملوا كودن بريتي سحاك 7 أيام في مادية كانوا يعملوا بريتي سحاك؟ بيتا شو كانوا يعملوا؟ يعملوا فول وبريك ويجي الربي يبارك والناس كل يعملوا كيدين وياخذ الديماوك في يده ويبارك. وقتها صديقة الزور؟ زي بريتي سحاق ومن غضوة الطهور، الطهور كانوا يعملوا في 11 تصبح. كنت تمشي برشا مرات، المرأة تبقى لابسة منيح، كوتونت مزيانة، وليزاز مزيانة، وفرش مزيان كله مطروز، ورق ورق بالخمسات فوق الحيطان كانوا يحطوه يخاف على العين، مش كيف احنا ما نلوجوش. ويجي طهار ويغني ويطهروا. فكري غناية؟ غناية يا النبي بس قلت لي النبي إلي هو النبي إلي هو النبي صوته يكون معنا إلي هو النبي هو ينح يفرج علينا ويعطينا الخير ويفادى كل اللي احنا فيه. وقشاع وكانت ولد بنت شا عملوا؟ بنت ما يعملوا شيء. ما بعرف. وتفلين شا يعملوا؟ تفلين يعملوا ليلة التفلين. فول وبريك ويجي واحد بالعوادة بالبيانو واحد بالدربوكة وحزام ويا حزام ويقعد يحزم ذاك الرلول ذاك اللي من غضب باش يدو الصلاة. لبسوا له التفلين كانوا يعملوا هيبة كبيرة. شو يعملوا في الصلاة؟ يجيو في الصلاة ما يعملوش برشا حوايج، هذا في الليل يعملوا مليح. يعملوا الأعشاب قايلة لهذوك اللي يكونوا. والناس كا خلي يجيو الكل فول وبريك مرات مينينة مرات معقود مرات. وفي الصباح يطلع السفر. إيه. هذاك تاع الصباح راك اللي يكونوا منه يمشوا الصلاة. البراني يعني جاو هذاك جاو في الليل.